أبو منير، أنت قبلت تزوج بنتك لسعد ابن صديقك رغم وضعه المادي السيء وظروفه الصعبة؟ لا فتحنا تمنا بكلمة ولا حكينا بشي، بس هلأ الولد مريض ويمكن ما يعيش أكتر من سنة أو سنتين، وأنا لا يمكن أقبل أنه بنتي تترمل وهي بعز شبابها. لا يمكن، لا يمكن وافق على هالشي. وأنا كمان ما رح أقبل، وسعد بنفسه ما رح يقدر يتجوز بوضعه الحالي، بس لازم تلاقي طريقة فاتحة أبوه بالموضوع. الشغلة مو سهلة. أنا مبارح عطيت لأبنك 20,000 ليرة، والجمعة يلي قبلها أخذ نفس المبلغ. يا أخي وأنا ما استلمت غير 10,000 ليرة وبس. هي ابنك اسأله. قديش أخذت من أبو كريم؟ 10,000 ليرة بس. ولك أنت شو عم تقول؟ شو عم تحكي؟ أنا مبارح عطيتك 20,000 ليرة وعديتهم قدامي وحدة وحدة، بعدين كان عادل واقف شايف. عادل احكي لي، احكي هالمنظوم قديش قبض مني مبارح؟ ما بعرف، انا شفته اخذ منك شيء بس قديش ما بعرف. انت شفت وسمعت، بس انت خايف على ابو كريم، خايف ابي قلعه من المحل. ما هيك قول عادل، قول قول، احكي ولا تخاف. انا سمعته عم يقول، سمعت ابو كريم عم يقول هي 10,000 ليرة غلت الاسبوع كله،
وناولوا المبلغ لأمجد وعدوا قدامي وطلع من المحل. يعطيك العافية، عملت لك أكلة رح تاكل أصابيعك وراها. لا تقعد، قوم حط كتبك وتعال ساعدني. يلا شو بك حبيبي؟ في شي؟ لا لا أمل، ما في شي. اليوم رح أقضي نهار عندك، أخذت إذن من فاخر، قال لي عادي قد ما بدك. طبعا مشان يستفرد بمونة ويمضي أحلى الأوقات معها. مسكيني يا أمل، مو حاسب اللي عم يصير مورا ظهرك، زوجك ورفيتك. أخ معقولة دول الاثنين عم بتآمروا عليكي طعنتين بنفس الوقت؟ لا أكيد في شي ماهر، احكي شوفي. عن شو بدي أحكي لك؟ عن البنوتة يلي شاغلة بالك. أنا؟ لا أنا علي ماهر أفندي، أصلاً هي صفنة واحد مشغول بفتاة أحلامه. انت رحت بخيالك لبعيد، لبعيد كتير. شو انا ما بعرفك؟ انا حافظتك على الغيب، بعرفك لما بتكون متضايق، وبعرفك لما بتكون فرحان، وبعرفك لما بتكون حايس ورا شي مشكلة بدك تلاقي لها حل. بقى احكي، بجوز لاقي لك حل ما بتعرف، يضع قوته في اضعف خلقه. احسن شي فوت حط كتبي وغير ثيابي وساعدك بترتيب السفرة، خلينا ناكل. ايه بس على شرط، بعدين بدك تحكي لي شو المشكلة. اكيد رح قلك، انا ما بقدر اخبي عنك شي، بس تركيني لحالي بالاول عالج المشكلة وبعدين بطلب مساعدتك. عن اذنك. معناتها في مشكلة. يسلموا. شكرا، خليك حوالينا هيك. أنا سعيد بالكلام اللي سمعته منك، تصدقي هذا أسعد يوم بحياتي. إيه بس أنا قلي شرط وأنا بنفذ كل شروطك. أمل أمل يا فاخر، ما بريد يلحقها أي ضرر. ما فهمت شو قصدك. قصدي إنه بضل على عصمتك، ما تفكر بيوم من الأيام تتخلى عنا. اطمني أنا ما رح بتخلى عنا، بس بس شو؟ يعني بخاف هي تطلب الطلاق وساعتها ما بقدر أرفض. المهم أنت ما تطلقها. حاضر. توعدني؟ بوعدك، بس هلأ خلاص شلينا هالقصة، هلأ خلينا نفرح يا ستي. اليوم رح نعلن الخطبة، وبس تخلصي دراسة وامتحانات بنتزوج فورا. اف معقول بهالسرعة؟ خير البر عاجله. جرسون. أنا بدي أعرف آخرتها التضحية شو؟ أنا عم بعمل واجبي. واجبك؟ واجبك انك تحملي اهانه ورا اهانه من اهل جوزك لانك عاقر وما بتجيب اولاد، بينما العله مو منك، العله من جوزك. شو يعني؟
واجب الزوجة بس إنه تشرف على الأمور المنزلية؟ ما من واجبها توقف قدام جوزها؟ ما من واجبها تحافظ على مشاعره وعلى كرامته؟ أنا ما بقدر أكون مع الزمن والظروف ضده يا ماهر. بس مو على حسابك أنت. أنا مو كتير فارقة معي. المهم إنه فاخر ما يعرف ولا حدا من أهله يعرف. فاخر حساس كتير. أمل، معقول تكفي حياتك بدون أولاد؟ نصيبي ورح كفي معه المشوار للنهاية. إذا كان مريض وما بيجي أولاد هذا مو ذنبه. ما بقدر فوق مصيبته أتركه. أمل، أنت من حقك تكوني أم. أم؟ شو يعني أم؟ نسيت شو عملت أمك؟ لا ما نسيت، بس هذا شيء وهذا شيء. اوعى عن جد إذا بدك تعمل هيك ما بقى تشوف وشي بحياتك. على الأقل أنا لازم نبهه من وحيد. ما أنت إنك خايفة عليه من وحيد يلي بياخده كل يوم بيسهروا لوش الصبح برات البيت؟ معناتها بدك تقول له إنه وحيد زور بفواتير المحل اللي كان عم يشتغل فيه؟ لازم يعرف هذا الشيء. أنا متأكد إنه وحيد وأخته منى عم يدبروا شيء ورا ظهرك. طيب وحيد فهمناها، منى شو دخلها؟ بقصد وحيد، أنت لازم تخافي منه ولازم تحذري جوزك منه كمان. إذا عرف فاخر ماضي وحيد رح يقلعه من المحل. ويقلعه. أصلا أنت كمان لازم تقطعي علاقتك مع هي اللي اسمها منى. بلاها. لك إيش بك حاطط دابك من داب البنت؟ منى رفيقة عمري يا ماهر، بتحبني كتير وأنا كرمال عيونها بس سعيت إني شغل أخوها عند عمي. بعدين إحنا ليش عم نستبق الأحداث؟ يعني بجوز الشاب يكون عدل ونصلح حاله. أنا ماني متضايقة من شي، بس متضايقة لأنه عم يسهر جوزي كل يوم برات البيت. أختي مللتيني، عملي اللي بدك يا أنا شبعت. الحمد لله. سلافة سلافة، مالا هون مالا هون، شبك شو قصتك اليوم؟ قصتي أنا ولا قصة هالمحيط من حولي؟ أنا حاسس إنه في هالبيت ما حد عم يفهم علي أبدا. ابنك كريم الدكتور العظيم الحليم الكريم وينه هلا؟ مو مع خطيبته وفاء؟ هذا شي طبيعي، خطيبته كاتب كتابه عليها وبعد كم يوم رح يتجوزوا ويسكنوا ببيتهم الجديد. ستي انت عم تحلمي، ابنك كريم كل يوم بيطلع لنا فنة جديدة واخر طب الكيل، طالع لي بنغمة انه والله بده اجل زواجه، والمرعب انه مأقنع خطيبته بهالشي. يا سيدي هنن احرار يتجوزوا امتى ما بدهن، انت ليش حامل همهم؟ انا ليش حامل همهم؟ خطيبته وفاء ما لها اهل؟ يعني لأمتى بدهم يستنوا على هالوضع هاد؟ ساعة بيقول بدي اتجوز بصرف اسبوع، وساعة بأجل الزواج، مو حاسب حساب اخوه سعد ابدا. يا بنت الحلال، إذا كريم ما تجوز وترك البيت، ما رح نقدر نجوز سعد ونحطه بالبيت. معك حق. فعلا هالشغلة راحت عن بالي. معلوم بدها تروح عن بالك؟ لأنك عايشة مع الشعر والخيال والأدب. تركتني إلي هالواقع المؤلم لحتى أتفاعل معه. هي أبو منير، أبو منير بطل يجي على القهوة من تحت راس الشغلة. أبو كريم. نعم. شبك؟ أنا شايفة القصة مو قصة زواج كريم، الشغلة أكبر من هيك بكتير. احكي لي شوفي. يعني ان شاء الله الف مبروك. مبروك فاخر. الله يبارك فيكم. اهلين مرحبا.
حيقدم الصبح. اتركيني وروحي نامي. لا ما راح اتركك لاعرف شبك وهي قاعدة. يعني مصرة تعرفي شبني؟ أنا مضيت طول عمري موظف بهالدولة ويشهد الله يشهد الله ما مديت إيدي لقرش واحد. هلا وبآخر العمر متهم إني حرامي. تصدي هذا الكلام؟ أعوذ بالله. كان قدامك ملايين الليرات وكان بإمكانك تمد إيدك وتاخد قد ما بدك وبدون ما حدا يشعر فيك. كان وضعنا سيء، كنا عايشين على راتب بسيط. حتى وقت اللي صرت مدير عام كان راتبي متواضع. تعرفي كل اللي بيعرفوني إنه شلون صرت مدير عام وطلعت تقاعد وما صرت مليونير. يمكن ما تمتعنا بحياتنا مثل بقية الناس، يمكن ما قدرت تعشيني بالمطعم أو تاخذني لأوتيل خمس نجوم، يمكن ما لبسنا وجخينا، بس قدرت تشتري لنا بيت. اشتريت لنا بيت يا أبو كريم، مستورين فيه وفرحانين والحمد لله. وربحت السمعة الحسنة كمان يا أبو كريم. أنت كنت عم تسمع علينا؟ غصب عني بابا. يمكن نحن عشنا طول عمرنا محرومين من كل مباهج الحياة اللي بيشوفوها بعض الناس انه عادية وطبيعية، بس صدقني أنا لما بيجيني زبون على العيادة أو بشوف أي حدا بالشارع بيعرفك وبقول له إني أنا ابنك يبتسم بيقول لي الله يخلي لك هالوالد. كان إنسان مزيه ونظيف، كان يحب الناس ويخدمها بصدق. الله يا ابني، أفضل شيء الإنسان بيربحه بهالدنيا هي السمعة الحسنة والعمل الصالح. مظبوط. قوم يا كريم، قوم. الله يوفقك يا ابني، قوم. قوم يا عمري. يا الله. لا تعال. صباح على خير ماما. أنت من أهل. صباح على خير. أنت من أهل بابا. غطيه منيح أمي. نمتي وديوان المتنبي فوق راسك ومالك طافي الضوء، شو قصتك ماما؟ عم حضر بحث عن المتنبي. أنا مالي معترضة على المتنبي. أمك معترضة على هدر الكهرباء. إيه طبعاً، القراية بهالطريقة فيها ضرر للعيون، أنا مالي معترضة أبداً على هدر الكهرباء. آخ يا ماما، المتنبي تعبني هلكني. شباب، مين حافظ شي من شعره؟ كلم بابا، هدول شباب. أنا في مطلع قصيدة بيقول فيها: على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم. إيه برافو عليك يا دكتور، مع إنك علمي قلت البيت أحسن من أختك سلافة. هي حطت على أهل القدر الكرام قتلت البيت. وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم. يكلف سيف الدولة الجيش همه وقد عجزت عنه الجيوش الخضارم. ومن طلب الفتح الجليل فإنما مفاتيحه البيض الخفاف الصوارم. يا سلام. طيب أبو كريم، شو هذا؟ هذا المتنبي. حطيت لك سكر يا أبو كريم، وكلك سكر وكلامك بجنن. شو هالمتنبي؟ خلص لما انت بتقوله غير كسم. انت شو قصتك؟ شو قصتي انا؟ انا يا ست منى؟ بس خلص فهمت، انت اكيد متضايقه مني لاني طلعت مع فاخر بالسياره ورحت معه على الكافيتيريا، مو هيك؟ يا سلام، فاخر هيك حاف؟
باين العلاقات بينك وبينه صارت قوية كتير. وشو بتريدي اندهله؟ استاذ فاخر ولا سيد فاخر؟ لا بس كنت تنادي له فاخر بيك. فاخر بيك؟ في وحدة بالعالم بتكون مخطوبة لشخص وبتقله يا بيك؟ مخطوبة؟ أنا ما ارتحت لهالولد، كلامه حلس ملس من وقت ما اشتغل عنا وهو علقان بفاخر مثل ظله، ما بيفارقه لا بالليل ولا بالنهار. يا ترى شو في بيناتهم؟ لك وطي صوتك، ما بدي الوالد يعرف. أنا أختي لا يمكن تتجوز بالسر، لك بس لفترة مؤقتة بس. يا فاخر أنت أدرى الناس، أنا أختي وحدة مثقفة واعية، بدك ياني أنا أجي إلا تجوزي بالسر؟ خلص خلص، هلا إما من السيرة بعدين نحكي أنا وياك المسألة على انفراد. خلص ما بدي أبي أدرى. قوم على شغلك، قوم هلا، قوم يلا خلص قوم. انت هلا صرت الكل بالكل، وانا من هلا ورايح بمرق لعندك كل اسبوع مره، منه بنعمل حسابات ومنه باخذ الغله. ايه انا ما بفهم كثير بالحسابات، ولو كنت بفهم ما كان ابوك شغال ابو كريم عنده. ايه من مسيرته هلا. طيب اسمع، كل يوم المساء بمرق لعندك، وانت كل يوم بتسجل كل شيء بعته على الدفتر وبنعمل الحسابات، ولا كمان صعبه هاي؟ لا مو صعبه. واي شيء بيسالك عنه ابي بتجاوبه بالشي اللي بقول لك اياه، مفهوم؟ يعني ناوي تكمل اللعب على ابوك؟ هذا ابوك يا امجد. بعرف انه ابي، بس كمان رزق رزقنا، وانا ما عم اسرق من مال حدا. انت عم تسرق ابوك. ابي مو حاسس فيني بالمره، يا رجل ما بيطلع منه القرش الا بطلوع الروح. طيب انا كمان ما بيحق لي انبسط والبس مثل كل الشباب. وفرض انه ابوك بخيل، بتقوم بتغشه وبتلعب عليه؟ هو خلاني هيك، معه ملايين، ليش ما يتمتع ويخليني اتمتع؟ كم عمر بدنا نعيش نحنا؟ كل ما بقول له اعطيني بيقول لي روح روح، بكره بسموت خذ اللي بدك اياه وتمتع مثل ما بدك. ايه هي اعطيك سيارة عم تروح وتيجي فيها. لك حبيبي لو مانو مريض ما كنت شميت ريحتها للسيارة. بعدين شو شبك؟ يعني بلاقي ضميرك صحي ولا بدك ترجع عن اتفاقنا؟ وانت كمان ضميرك حين، لا تخلي بخله لابوه يخليك حرامي ولصة. انا راجعت حالي ولقيت انه احنا غلطنا بحق ابوك وحق ابو كريم كمان. عمي ابو كريم؟ انا ماني عمك ولا عم حدا، انا جاي هلا لحتى احط الامور بنصابها. انت ما دخلك، روح لبعيد. انا حسابي مع الابن بس والله ابوك ما بينسب لانه مغشوش فيك. اسمعوا لك، انت ما بتعرفني منيح، انا عشت طول عمري مرفوع الراس ومستعد اني اموت لحتى اضل محافظ على شرفي وكرامتي. دامك حل من اثنين، يا بتروح معي لعند ابوك هلا وبتحكي له الحقيقه كلها وما بتنقص منها ولا حرف، يا ما بدي اخنق. شو قلت؟ ايه لساته متحملها يا ستي، ما بعرف على شو. طيب ولايمتى؟ ايه وبعدين؟ ليك بعدين بنكمل حديثنا، بخاطرك تقبريني. يعطيك العافيه محمد. يعافيكي. بدي روح لعند اخي وبعدين بدي زور سلافه، بدك شي؟ سلامتك. خاطرك. مع السلامه. شو لسه ما حبليت؟ منين يا حسره؟ مسكينه. مو هي المسكينه، ابني المسكين. لايمتى بده يراعيها؟ لايمتى بده يسكت ويصبر عليها؟ ما بعرف. معك حق، واذا ناوي يتجوز ما حدا بيعتب عليه، بس بيني وبينك ام الخانو بتستحق لك الخير. خانو؟ وكمان سويتيها خانو؟ لا ما لا خانو، ابوها فلس باخر ايامه
ولولا فاخر وابو فاخر كانوا صفيوا بالطريق. كيف من امتى هالحكي؟ انو حكي؟ ارجعي لشغلك. لكن عم بشتغل، ماني عارفانه كيف رد عليكي، بتزعلي منها وبتخانقيني الي. يعني كتير تصرفها منيح. تسلم لي، شو حلوه ودمها شو خفيف، ما شفتها بحياتي، غلطت معك بكلمه. ليش بتقدر ترفع راسها قدامي؟ بس ما بعرف شو حبب فاخر فيها. والله يا ابو امجد لو كان بين ايدي مال قارون كله لا يمكن اني مد ايدي عليه، مو بس لانه هي قناعتي وانا هيك تربيت، وانما خوف ورهبه من رب العالمين. الله يزود وشك ووشه، الله يصطفر فيكم انتوا اثنين. دخيلك دخيلك، لا تواخذنا يا ابو كريم، دخيلك. سامحنا عمي ابو كريم، نحن غلطنا. انا مالي علاقه. استغفر الله. هو اللي عم بعالي. قوم اقعد محلك، انا من جهتي سامحتك. يعني انا الغلطان بس وحضرته ما سوى شيء؟ ولك روح من وجهي، الله يخرب بيتك. بابا بيتك، روح من وجهك. طول بالك يا ابو امجد، طول بالك، الامور ما بتنحل بالضرب. لك شو بتنحل؟ في ولد بيغش ابوه وبيسرقه وبيتهم الناس. بابا لو كنت عم تعطيني ما كنت سرقت، حق الكتب باخذه منك بالزور. روح من وشي، انقلع. حاضر، رح انقلع وما عاد شوف خلقتي بالمرة. وانت كمان الحقه. عود يا ابني عود، استنى. ابو امجد سامحوا العادل هالمرة لانه برقبته عيلي وانا بكفله. طيب واذا عملها مرة تانية؟ لا تانية ولا تالتة. أنا كنت واقع تحت ضغط، خفت من أمجد، خفت يقلعني من المحل. ولك كنت خاف من الحق، الحق أقوى من أمجد. معك حق، أنا غلطت. رجع لشغلك، روح بتاع المحل. الله يخلي لنا إياك يا رب. يلا عن إذنكم. وأنت يا أبو كريم رح تضل معنا ولا رح تتركنا؟ لأنه عادل ما بيقدر يمسك المحل لحاله. تكرم عيونك يا ابو امجد، انا راح اضل معك، بس الي عندك رجاء. امور يا ابو كريم، انا مستعد لبي لك كل طلب وعوضك ماديا ومعنويا يا ابو كريم. انا خلاص اخذت حقي، بس بدي احكي معك كلمتين بخصوص الموضوع كله. تفضل يا ابو كريم، تفضل. ابنك شاب الجامعه، وبهالمرحله هي الشاب بيحتاج لشغلات كثيره، يعني بده حق كتب، بده حق مراجع، بده يصرف، بده يلبس، بده يشرب له كاسة عصير هو ورفقاته. يعني هالمرحلة هي تختلف عن مرحلة الدراسة الثانوية. لك أخي أنا عم بعمل معه هيك لصالحه، ما بدي يتعود على الإسراف والتبذير، بدي يعرف قيمة القرش. أنا ما لقيت المصاري بالطريق. يا أبو أمجد لا تواخذني بهالكلمة، التقدير والحرص الزايد مثل الإسراف والتبذير، وطالما الله عطانا ليش لنبخل على أولادنا ونسهل لهم طريق الانحراف؟ فاسمع من هالدقن ولا تخلي ابنك محتاج لشيء، عطيه أحسن ما يلجأ للطريقة اللي سواها. واحد اثنين. أهلا أهلا يا أستاذي، هذا يوم الفرح بعيدك، أنت سقيت الأمل بنفسي. يلا بدنا نبدا من عند نور وصباحك. ها يلا، واحد اثنين. نور صباحي من بسماتك، خير سلاحي من كلماتك، انت عيوني صوب الدنيا.
وليحيا عيدك. استاذ سعد، اسف للمقاطعه، بدنا اياك على التليفون. ماشي، شكرا، هلا بيجي. ارتاحوا شوي ما ارجع. تفضل. استاذ عبد الهادي. شو وينه؟ اهلا هلا بيجي. مرحبا. اهلا. الو. اهلين سما، كيفك؟ سعد انا ما راح اطول عليك. ما فيني اشرح لك شيء على التليفون. انا لازم اشوفك. لا لا، راح اقول لماما اني رايحه لعند رفيقتي. ايه، بنفس الحديقه اللي بنلتقى فيها بالعاده بعد شي ساعه. ماشي، مع السلامه. هيك لكان بدك تلتقي انتو يا بعد ساعه بالحديقه اللي بتلتقوا فيها؟ وين راح كلامي انا وابوكي؟ اه لحشتي ورا ظهرك. ماما انا لازم اشوفه، لازم اشرح له ظروفي. بتجيبي خاتمك وبتعطيه خاتمه، انت لازم تفسخي الخطبه، فهماني ولا لا؟ قلت لحالي بابا رح يوقف معي لانه صديق ابوك، بس هالشي هذا ما صار. بابا وماما بدهم نفك الخطبه يا سعد. تصور ما حدا وقف معي الا منير. انا ما بهمني حدا يوقف معي، لا امك ولا ابوك ولا حدا، انا بهمني انت. انا رح ساوي العمليه بوقت قريب كتير، وفي بيني وبين المرض معركه كبيره، بس انت يا سمر، انت اللي ممكن تمنحيني الامل والقوه لاني قاوم هذا المرض. سمر انا بحاجه. القصص والروايات، المريض يلي بيواجه الخطر مثلي بيكون إنسان جبار، وعادة بفضل إنه يواجه المرض لوحده، بس أنا بدي إياك تكوني معي، بدي إياك توقفي جنبي. أنا بحاجة للإنسان اللي بحبه توقف معي بمحنتي. أنا ماني بحاجة لدموعك، أنا بحاجة لعقلك وقلبك، بحاجة لتقوليلي إنه أنا معك ورح ضل معك لآخر لحظة. يلا خاطركم. مع السلامة علي. لا تأخر على البيت، عم نستناك على العشاء. حاضر بابا، رح سكر وإجي رأسا. مع السلامة. شرف. شو ما رح تسهر اليوم؟ بكره بنقعد مع بعضنا كتير. إيه بس كنت بدك تسهر. بدي اياك ترتب الامور مع اختك وتقنعها بالكلام اللي قلت لك اياه. شوف يا فاخر، اذا بدك تراعي شعور زوجتك هذا حقك، راعي مثل ما بدك، بس مو على حساب اختي وكرامتها. أنا لا يمكن وافق إنه أختي تتجوز بالسر. أصلاً أنا إذا وافقت أختي مستحيل توافق. أنا مالي سائل على شعور مرتي، أنا خايف من أبي. أنا كمان استغربت، قلت لحالي مو معقول تراعي شعور مرتك بعد ما خدعتك طول هالسنين. ليش أنا بقدر أنسى اللي عملته معي؟ معناها اتكل على الله ولا تخاف من حدا. ما حدا بيقول لك لا تتزوج على مرأة عاقر، بالعكس الأولاد نعمة، ليش تحرم حالك منها؟ لك يا وحيد، إذا ركبت راسي أبي بيحرمني من الورثة. شو هالكلام فاخر افندي؟ ابوك اكثر واحد محتاج لحفيد يقول له يا جدو ويرث الاموال يلي عنده. يعني مو معقول يرضى تضيع كل هالاموال ويضيع تعب السنين والشقة مشان شو؟ مشان كنتو. معقول؟ مظبوط هالحكي، انا بحاجه لحفيد، بس مالي مستعد ابدا اني اتعس هالمخلوقه اللي ما لزم. بعدين نحن لهلا ما تاكدنا اذا كانت هي سبب عدم الانجاب ولا لا. معقوله هالحكي اللي عم تحكيه يا ابو فاخر؟ معقولة ابني هو السبب؟ طيب ليش حضرتها عم تتعالج إذا كان السبب من فاخر؟ يعني بالنهاية شو بدك؟ بدك تجوزي فاخر؟ هالشي إيمي من بالك، مستحيل مستحيل مستحيل.
لحتى الله يفرجها. طيب انتظر لكان لحتى الله يفرجها. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أخ لو أعرف شو قالت لسعد، بس ما نطقت ولا كلمة، فاتت على غرفتها وسكرت الباب على حالها. اتركيها بحالها هلأ. شو مالك رايح؟ محتار يا منير، ماني عارفان كيف بدي خبره بالموضوع. لازم نخلص من هالقصة بقى، أنا خايفة على البنت يا أبو منير. بعدين أهله لازم يعرفوا هو بحاجة هلأ لمين يوقف معه. كتير هامك أمره؟ ماشي الحال، رح أخبره عن مرض سعد وبعدين بنحكي فك الخطبة، ويمكن تجي منه مو منا. يلا بخاطرك، مع السلامة. والله يا أبو منير فكرت أنك أنت رح تكون زعلان مني لأني ما نفذت وعدي معك بالنسبة للسمر وسعد، بس الحق مو علي، الحق على كريم، لأنه كريم إذا ما تجوز سعد ما رح يقدر يتجوز. أنا مقدر هالشي يا أبو كريم. والله فكرت 100 مرة قلو يا كريم حل عنا يا أخي، روح لبيتك ولو ما تجوزت هلأ. بس كمان فكرت إنه كيف بده يعيش؟ يجي من العيادة دغري على النفخ والطبخ والغسيل. إيه ما حدا قال هيك يا أبو كريم، ما حدا قال هيك. تعرف إجا ببالي إني زوج سعد قبل كريم وحط كريم تحت الأمر الواقع، بس يا أخي بيتنا صغير وخايف بنتك تنحرج قدام كريم. والله محتار، ولا يهمك رح أحسم الموقف. لا تحسم شي يا أبو كريم، خلي الأمور مثل ما هي. شو بنا أبو منير؟ أنت ما كان بدك إنه الأولاد يتزوجوا لأنه الخطبة طولة؟ مو هيك كان بدك؟ كيف بدي أقول له؟ كيف بدي خبره إنه ابنه مريض بهذاك المرض؟ أنا حاسس إنه الكلام ما رح يطلع من تمي، ما رح أقدر، ما رح أقدر. خير أبو منير، وين شردة؟ شو القصة؟ معك حق، في قصة، في قصة يا أبو كريم، في قصة، احكيها. ها؟ 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 شبك أبو منير؟ شو القصة؟ اتركنا من القصة هلا وخلينا نلعب لنا دق طاولة، صار لي زمان مشتهي لعب معك دق طاولة، شو رأيك؟ رح ألعبك 100 دق طاولة وما خليك تغلب ولا دق. ايه حسيتي؟ ايه وعلى نفسي هجنت مراقش، هات نشوف. وين رايح ماما؟ دقيقة خلي ماما طالع مشوار، كيفك؟ أهلا. شو؟ ما سألتني وين أمل؟ بعرف ماما، قالت لي عند أخوها مو هيك؟ لا حبيبي، مو عند أخوها. أمل قالت راح تزور صديقتها سلافة، وهالحكي كان قبل العصر، وهي صارت الدنيا ليل ولسه حضرتها ما شرفت. معلش ماما، أنا مالي زعلان. غلط يا ابني، غلط. تعرف ليش؟ ليش؟ لأنه المرة بس فلتت رجلها عالزيارات ما بقى تهدى ببيت جوزها. اطلعي شمس الصباح، اطلعي اطلعي واسطعي فوق الذرة، اتحفينا بالجمال الأروع، واسحبينا للنهار الممتع. اطلعي شمس الصباح، واصطعي فوق
فتبقين معي من تغيبي سوف تبقين.